الله الله والحمد لله يا الله سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص وصلنا معكم إلى هذه الفقرة تعريف اللذة الأبيقورية تنقيح مفاهيمي فقط لا يمكن المعالجة الاستدلالية بدون التنقيح المفاهيمي في الرتبة السابقة نعم ولهذا في المنطق قبل القضايا والاستدلالات عندنا باب التعريف لقد عرف أبي قور وأتباعه بأنهم أهل ملذات ولهو ومجوم هذا هو المشهور عنهم في التاريخ وهي صوره عن اخلاق ابي قور وحياته تؤيدها حديقته والاواصر التي ربطت بين نزلائها نزلاء يعني ضيوف ضيوفها حتى تخيل الأورو... تحير ال... او تخير الأورو... الاوروبيون اليوم للانغماس في الملذات واللهو وحياه الترف مصطلح الحياة الأبيقورية لافي ابيكوريان نعم هناك اديب فرنسي مشهور عنده كتاب حديقه ابيقور نعم نسيت اسم المؤلف نعم لكن الحقيقه وعبره تتبع الشواهد والقرائن التاريخيه المتعدده هي ان هذه الصورة لاراء ابي قور الاخلاقيه زائفه الشيخ لا يؤمن بهذا الاتجاه ان ابي قور شخص متحلل اخلاقيا بل ان ابي قور نفسه كان في زمانه مستاء من هذا التفسير الخاطئ لافكاره وافعاله هو والشيعي وقد احتج بقوه على هذا التفسير معلنا بصراحه عندما نقول إن اللذة هي الغاية هي الغاية يعني هي ملاك تحرك الإرادة هذه هي الغاية وإلى الغاية هي السعادة لماذا أنت تلتذ حتى تسعد نعم الغاية هي اللذة هي ملاك تحرك الإرادة ومن يدري الإرادة أن اللذة هي ملاك ملاك الصحيح هي القضايا الأخلاقية القضايا الأخلاقية القضايا الأخلاقية هي التي تنور الإرادة فالإرادة تفعل الاختيار وتحقق الفعل تحرك القوى العاملة يتحقق الفعل يتلبس الإنسان باللذة فيتسع وجوده يتكامل ويسعد نعم إذا السعادة هي الغاية وليس اللذة اللذة هي ملاك الفعل نعم. معلن بصراحة عندما نقول ان اللذة هي الغاية لا نقصد الكلام عن لذة الفساق والمجانين وقال موضحا اللذة هي التي عناها الهدف من الحياة هو اللذة هذا ليس تعريفا هذا ليس تعريفا للذة نعم وقال موضحا اللذة التي عناها الهدف من الحياة هو اللذة لكننا لا, لا نتحدث عن لذات الرجل دائر الفاجر كما يظن بعض الجهلاء او اولئك الذين يشاركوننا اراءنا او الذين يفسرونها بطريقه منحرفه لكننا نقصد تحرير البدن من الالم والروح من الانزعاج اذا يمكن ان نعرف اللذه عندها بقرب هذه العباره الاخيره تحرير البدن من الالم وتحرير الروح من الانزعاج الانزعاج يعني الاضطراب نعم قال أبي قور مرة واصفا اللذة التي يريد إن شئنا التمتع بلذة حقيقية فما علينا إلا الانسياق لأوامر أجسادنا الجسم ينادي لا أريد معاناة الجوع لا أريد أن أظل ظمآنا لا أريد أن أشعر بالبرد والذي يلبي هذه الاحتياجات بوسعه ان يعد نفسه سعيدا سعاده زيوس زيوس ديوس ديو. يعني الاله نعم اذا حسب هذا الحديث من ابي قور ان شئنا التمتع بلذه حقيقيه فما علينا الا الانسباغ لاوامر أدينا يعني اشباع الغرائز يشبع الغرائز بطريقه عقليه فقط وليس بطريقه الفجار يعني الانسان اذا جاع اكل واذا احتاج الى الجنس تزوج واشبع غريزته اذا عطش يشرب هكذا وهذا بعد مادي محض لماذا لانه فلسفي يؤمن بالذرات فقط نعم ويقول في موضع اخر ليست بهجة الحياة لا في الشراب ولا في لذة النساء ولا في فاخر الموائد وإنما في الفكر الزاهد الذي يميط اللئام عن أسباب كل شهوة وكل نفور ويطرد الظنون والأحكام الخاطئة التي تعكر صف الناس أنت تفهم شيئا هنا من هنا يقول إشباع الغرائز وإن كان هذا الإشباع قنائي سلم ثم من هنا يقول الزهد. آه، وإنما في الفكر الزاهد الذي يميط اللئام عن أسباب كل شهوة وكل نفور ويطرد الظنون والأحكام الخاطئة التي تعكر صف النفوس. هذا الأمر لا يتأتى إلا بإيقاف الغرائز. فالغريزة فقط تبقى في دائرة بقاء النوع، غير هذا لا. أنا يعني آكل حتى يبقى هذا النوع. اتزوج حتى يبقى هذا النوع ولا افرط في الاكل والشراب والجماع هذا معقول حتى الدين يؤيد هذا الامر اذا هنا في اضطراب الا اذا قلنا السعاده او اللذه هي في الغرائز المعتدله لغايه اخرى ما هي الزهد في الفكر الزهد حتى يرفع التناقض والا لا ومن هذا المنطلق ذهب بعض مؤرخي الفلسفة إلى أن أبي قور كان من المرتضين يعني من الصوفية والشاهد على هذا المدعى هو أن المتعة واللذة التي يصبو إليها تتمثل في طمأنينة النفس وراحة البال وليس الشهوات العابرة والملذات الآنية التي تورث الآلام والمعاناة مرة إشباع الغرائز مرة الفكر الزاهد مرة العرفان أنا لا أدري نعم هو المبنى الذي استقر عليه أبي قول في الأخلاق ويقول أيضا في رسالتي لأحد أصدقائه نحن نقول إن اللذة هي مب مبدأ وغاية الحياة السعيدة فاللذة في الواقع هي أول خير يطابق الطبيعة وإنه لبواسطة اللذة نرغب في شيء ونميل إليه أو نتحاشى شيء ونفر منه وإننا إنما نصل إلى اللذة إذا اعتقدنا بالإحساس كمعيار وميزان للخير. هذا القول يدل على أصالة الحيز، على أصالة مقتضيات الغرائز، يعني الشهوات الجسدية. نعم، يعني في اضطراب في النقولات أو في مباني أبيقور نفسه. ترجيح لذات الروح على لذات الجسد. الجسم أنظر هذا كذلك يؤمن بالروح الروح ومادي أنت تقول الروح وذرات هذا الدليل على أن الفلسفة كانت فتية كانت ضعيفة في ذلك الزمن آمن أبي قور بأن الحكيم يؤثر التمتع باللذات المعنوية على الإفادة من اللذات والمتع المادية جيد المعنوية ما معناها ما في كلام عنها الروح مادية ذرات أم لا شيء مجرد أرقى وأسمى ما في حديث عن هذا الأمر ذلك لأنه أولا لماذا يؤثر اللذات المعنوية على اللذات الحسية لأنه أولا إدراك الروحاني من المتع واللذات أسهل من إدراك جسديها هذا نصف لمبنى مطلقاً نعم ثانيا التمتع باللذات المعنوية ممكن في كل آن وكل مكان لأن أسبابها متوفرة في وجود البشر وبعبارة أخرى إن في وسعنا في الأخ في الأخيرة في الأخيرة مضافا إلى لذة في الأخيرة مضافا إلى لذة الحاضر الأخيرة يعني نهاية الأمر أن نستفيد من تذكر لذة الماضي ورجاء لذة المستقبل في حين أن المتعة الجسمي الجسمية لا تخرج عن زمن الحال أي أن الجسم لا يعاني إلا في اللحظات التي يتألم فيها ولذا فقد اعتقد أبيقور أن اللذات الروحية أشرف من تلك الجسمانية وبالمقابل فإن ذكر الألام الماضية وعلى الأخص التوجس من الألام أو الخوف هي بحد ذاتها ألام حاضرة ومن هنا فقد حذر من اللذات التي تهيج الروح وتشوشها عوضا عن تهدئتها وتسكينها على أنه يتعين التنبه إلى أن لذة الروح في نظر أبي قور ليس سوى التفكر في لذات الجسم لا عليك أنت إذا لذة الروح انت تتأمل في لذات الجسم فهذه أوهام يعني لذة وهمية نعم فإن الفضل الوحيد للأولى يعني اللذات الروحية للأولى على لذة الجسد هو أن نتعلم التأمل في اللذة عوضا عن التفكير في الألم صدقوني خربطة في المباني ولا تفهم شيئا نعم نفهم من هذا الإحساس الجسدي نفهم من هذا أن الإحساس الجسدي بحسب بيقول يحظى بأصالة وأهمية فائقتين إذ ليس اللذة والألم الروحانيان في النهاية سوى الرضا وعدم الرضا عن الأجساد الإحساس الجسدي فأعظم آلام الروح وهو الخوف على سبيل المثال ليس هو إلا ترقب ألم الجسد في المستقبل الذي يعد الأرضية الرئيسية والخاطئة طبعا للخوف من الموت ومن هنا كان يقول لا أعرف كيف لا أعرف كيف لي أن أتصور الخير إذا حذفت لذات الذوق ونفيت لذات الحب وتلك التي في السمع والبصر وكذا إن بداية بداية كل خير وأصله هو لذة البطن حتى الحكمة والثقافة ينبغي أن ترجع إليها أفهم أنت الآن اختزل كل الإنسان في لذة الأكل البطن بالله عليك أين اللذة الروحية بقرة حيوان نعم لكنه مع أن الإحساس الأحاسيس الروحية قائمة في نهاية المطاف بالأحاسيس الجسدية فإن الأولى قياسا بالثانية تعد عناصر أشد قوة بالنسبة للحياة الطيبة كلها، كيف؟ لا أدري، كيف؟ كيف تكون هي العنصر الأشد؟ فالمبتلى بألم جسدي غير مرغوب فيه يستطيع أن يسكن- يسكنها عبر تذكر للذات الماضي أو النظر للذات المستقبل. وإنها القدرة على استرجاع لذات الماضي نحن كنا في الصغر إذا تألمنا في سقوط وجرح كذا الأباء يقولون تكبر وتنسى تكبر وتنسى هذا هو مبنى أبي قور نعم وإنها القدرة على استرجاع لذات الماضي وترقب لذات المستقبل التي منحت الإحساس الذهني قدرة أعظم. يعني الآن إذا اكتشف الإنسان آلات تقنية تضحى تربطها بمخ الإنسان يعيش الماضي الجميل الذي عاشه في المتعة الحسية مع حبيبته ومع حدائقه وأكله وشربه والخمر يعيش سعادة روحية لا نهاية لها. هذا مبنى أبيقور، نعم. وانها القدره على استرجاع للذات الماضي وترقب للذات المستقبل التي منحت الاحساس الذهني قدره اعظم لكننا ان لم نحسن توظيف هذا الاحساس واستخد... واستخدمناه في غير محله فسنكون فسن... كالذين يستعملون قوتهم الذهنيه هذه في الخوف من صنوف العذاب الابدي الخالد بعد الموت وعندها ستتحول هذه القوه ذاتها إلى شر أعظم من ألام الجسد هل نستقر على أساس من هذه العبارات المتناقضة لا, لا. إذن المبنى في حقيقته وهذا اللذة الجسدية يعني تلبية رغبات الغرائز هي الأساس هي الخير هي التي تعطي ميلاك ميلاك القضايا الأخلاقية وتحريك الإرادة الإنسانية هذا أولا ثانيا اللذة الروحية ما هي إلا تذكر الماضي لهذه اللذات الحسية الجميلة الفرق بين أرسطوبوس وأبيقور مذهب اللذة الأبيقور هو إلى حد ما أكثر اعتدالا من المتعة الحسية لأرسطوبوس كيف أنت ذكرت أنه لذة البطن هي المدار وهي الأساس فأبيقور أيضا شأنه شأن ارسطوبوس يرى في اللذة الغاية الأساسية لسلوك الفرد ليس الغاية إنما هي الملاك الغاية هو أنه يسعد يدفع الألم نعم ويقول في هذا الصدد إننا نؤكد أن اللذة هي بداية وهي غاية غاية الحياة السعيدة انظر إذا السعادة هي الغاية وليس اللذة اللذة حيث هي تعليلية للسعادة ملاك الفعل الاخلاقي وملاك تشكل القضايا في الفاهمه والغايه هي السعاده انظر يصرح اننا نؤكد ان اللذه هي بدايه يعني هي ملاك الفعل وهي غايه الحياه السعيده نعم اذا الملاك هو السعاده الغايه هي السعاده كيف تتحقق هذه السعاده بملاك هو اللذه لاننا نعرف ذلك على انه الخير الاول يعني اللذه الفطر فينا وانه القاعده التي ننطلق منها في تحديد ما ينبغي ما ينبغي اختياره وما ينبغي تجنبه والمرجع الذي نلجا اليه كلما اتخذنا تخذ من الاحساس معيارا للخير نعم هذا هو المبنى المبنى لذة هي الملاك وتورث سعاده سعاده بما يناسب المبنى لذه يعني حسيه سعاده حسيه انتهى الامر نعم مثل الغرب الآن يشتغل يجمع أموال ويأكل جيدا يشرب جيدا يشرب جيدا ينكح جيدا وينام وهكذا دواليك تقول له أنت سعيد أنا في غاية السعادة أي سعادة سعادة حسية لذية لذة وينتظر الموت فيذوب في التراب وانتهى ما يهلكنا إلا الضر غير أن الملاحظة المهمة بالنسبة لفكر أبيقور الأخلاقي وال المسافة الكبيرة التي تفصله عن أرسطوبوس هي أنه خلاف للأخير لا يرى أن اللذات الجسدية الآنية والإيجابية أساس الحياة وغايتها كيف؟ كيف؟ وهو مبناه أنه يلبي الغرائز الحسية فقط لا أرى فرقا بين الرأيين أبدا نعم الشيخ مصباح أخذ هذا الحديث من تيوري اوف ايتيك نظريه الاخلاق الغربيه ولم يتامل فيه جيدا لا ما في فرق هي الملاك واللذه اشباع الغرائز نعم بل ان اللذه الاصيله والتي تمثل غايه الحياه الانسانيه في نظره هي اولا تلك التي تدوم مدى الحياه وثانيا التي أكثر ما تكون سلبية أي التي تعتمد على غياب الألم أكثر من اعتمادها على الإشباع الإيجابي يقول أبي قول لابد عند الالتذاذ من أخذر الرفاهية والسعادة الدائمية بعين الاعتبار لا كأرستوبوس الذي فرط بعمره الباقي من أجل راحة الناس ولذة اللحظة يعني ما الفرق في المبنى أصالة اللذة وإشباع الغرائز الأول يقول اغتنم الفرصة في كل آن قبل ما أن تذهب الفرصة ذهاب الفرصة غصة أبي يقول يقول مدد فقط مدد اعتمد على اللذة الدائمية الملاك واحد والمبنى واحد فقط فما ماذا في الامتداد وعدم الامتداد الزمان نعم لا كأرسطوس الذي فرط بعمره الباقي من أجل راحة النفس ولذة اللحظة واهمل غده ومستقبله في سبيل لذة, لذه لذه في سبيل لذه يومه ومع هذا فانه وخلافا لما ذهب اليه القرنائيون لم يفسر اللذات الجسديه باللهف والاضطراب بل اعتقد بان اعلى درجة اللذه المحدده بحكم الطبيعه هي اجتناب الالم امر سلبي وذاك امر ايجابي فقط هذه حيثيات لا تغير المبنى يا سماحه الشيخ. المبنى هو اصاله اللذه الحسيه. نعم. وقد لجأ بغيه توضيح ما رمى اليه الى اللذه من بعدها النفسي والطبيعي ظارما لهذا من حال الانسان في مرحله طفولته مثلا اي في الوقت الذي لم تزل حالته البدائيه الطبيعيه قائمه فالطفل ان دققنا النظر لا يطلب اللذه ما لم يشعر بحاجه او يصاوره الم. من جوع او عطش وحالما يزول الالم لا يعود يطلب يطلب شيئا وهل هذا يخالفه هذا هذا المجنون آه ارستوبوس طبعا الانسان اذا اشبع غريزته من العبث ان يستمر في اللذه ثم ياتي الجوع يعني ياتي الحرمان ثم يعود الى اللذه كانت مؤقته ام كانت دائميه الملاك ليس هذا الملاك والمبنى ما هو؟ اشباع الغرائز وانتهى اذن الخير عند الرايين هو اشباع الغرائز نعم يقول بعض الكتاب في نقدهم لتعريف ابي قول للذه ووجهه نظره السلبيه في مفهومها انه ليس ثم وفقا لهذا النمط من المتعه ادنى فرق بين حياه المائه عام المشحونه بالمتعه الجسمانيه والروحانيه من الاكل بيانيا من الاكل والشرب والحب والعشق والفن والعلم والفضيله وبين حياه الدقيقه الواحده الخاليه من اي مما ذكر، هذا الكلام في غايه الدقه، اشكال رائع. الملاك ليس المحدوديه في اللذه او الامتداد. نعم. بل ان النمط الثاني افضل من الاول واكبر قيمه، لان اللذه بمعنى غياب الالم الجسدي والاضطراب الروحي انما تحقق في الثاني، يعني بعدما تشبع الغريزه. نعم دون الأولى التي تكون الحياة فيه مشحونة بال... باللذات الإيجابية إذا هذا هذه الملاحظة صحيحة بالنسبة لمن أشكل على أبي قور نعم وصلنا إلى رأس المطلب نتركه إلى حصة أخرى محل التقييم العقلي في الأخلاق الأبيقورية نعم ياتي إن شاء الله بيانه، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.